ايه يا عامر، لو لحقت ايام جدك الشيخ عامر كان ما صدق عيونك، كان شيخ قومه والشعر جاله من ذاك الوقت، وما دخل معركة الا وهزم فيها كل الاعداء. وش عندك يا عامر في ذا؟ أناظر صورة جدي عامر، تدري شو منيتي يبا؟ خير؟ إني لو عشت حياته أبى أشوف بطولاته وشجاعته. جدك عامر ما توصل مواصيله، جدك عامر فارس وشجاع من أجل جماعته. لا تتحرك، خليك ثابت. يلا بابا سوي تنظيف. لا بعدين بعدين، انا مشغول الحين، بعدين سوي تنظيف. اوكي جاهز الكفته، ترى ببدا الحين. ها يلا الله الله على زمن اول، زمن الطيبين، زمن المرجله، مو بزي الحين يا اخوي. تراك ازعجتنا، صجيت شلخت روسنا في ذا النجل. ايش اللي زمن طيبين؟ زمن خلاص، زمن الطيبين راح، الحين انت باطيب زمن. لا يا شيخ، والكورونا اللي لعبه في العالم. شف هذا المنفاخ اثري شريب 200 ريال ما تلقاه بهالوقت، انتيكه. يس يس يا عيال، نجحت تجربتي. يس، اي تجربه؟ تجربه السفر عبر الزمن، يعني تقدرون تسافرون وتروحون اي زمان واي مكان تبونه. ابوك الفله، ابوك الفله، وش فيك نخلص من هذا ونجرع تجي انت تقول لي زمان وما زمان؟ اقول شغل مبزره وكلام فاضي ما انثب اقعد انت وياه. هي يا ابوي انت ايش خسران؟ خلينا نجرب. شكو الصادق، انا جربتها بنفسي والله تجربه حلوه. يا عيال وش تنتظرون؟ يلا مشينا دزوها. هيا هيا. النظام فيه وحدتين، وحدة تحديد الزمان ووحدة الانتقال، بس لازم أحد فيكم يقعد هنا عشان يشغل النظام. مو أنت تعرف له؟ أقعد عنده. لا معليش، أبي أروح معكم. أجل خلاص كفتة، مو بنت رحت؟ ياوا أجل خلاص اقعد أنت. لا لا أبغى أجي معاكم. وين تروح؟ في أي مكان. أقول انقلع انقلع انقلع. شوف شوف ذراع الزمن، قدمه بشوي شوي لين يوصل آخر شيء. حلو صح صح يلا. بعدين اضغط انتر. خلاص صح صح. تعال تعال بسرعه، استعد يا جماعه. وراه يبحث ذا، ما ادري والله. حقك الجهاز؟ ايه حقي. ما شاء الله عليك، كويس. you
اللي فيك. أتحداك الزمن البطل، هذا اللي أنا بيه. ها إيش جابك؟ طولتوا يا جماعة، قلت ألحقكم. وش اللي طولنا مط؟ مودينا الحين ورجعنا. ما هو؟ ياسر تكفى، شوف لنا حل. يا عيال تكفون، اسكتوا شوي خلوني افكر. يا عيال مو بوقتكم الحين، خلونا نستكشف المكان وفي الامه هنا. دزناها يا عيال. يا اخي وش المكان الغريب اللي احنا فيه؟ وش مكان غريب انت وقتك؟ انا متاكد ذي ديرتنا. يا امي والله اني خايف يا جماعه. لا تخافون يا عيال، خلونا نروح لهم. امشوا. القم خزون يا رجل، القم خزون يا رجل، دخلوا الحريم والورعان وعطوني البنادق بسرعه. الحنشل الحنشل يا ورعان، الحنشل يا حريم. عطوا البنادق. الحنشل 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 الحنشل، ارواح ارواح ارواح. هلا والله بزمن الطيبين، هلا والله بزمن الطيبين. عجيب والله. وش شابكم المضاربنا ها؟ يا عيال يتكلمون زينا. من انتم ها؟ انا عامر وهذول يا اخوياي وهذاك جدي اللي يقول عجيب والله. هي يا شيخ هذول عيون الحنشل. لا والله ما احنا بحنشل، احنا ما جينا الا نبي الخير، وجينا عن طريق الجهاز حق ياسر. حنشل؟ حجل يا الرجاجيل، خذوا الحنشل ضاره وحطوهم في خيمة صيتة وربطوهم وخلوا عليهم اثنين من الرجال يحرسونهم زي ما قال الشيخ. جدي جدي أنا ولد أبوي صدق. بكل علم ويش الشيخ جالب له خمسة رجال مدخلهم الخيمة، شكلهم حنشلين جديدين. يحقبون أكلهم ما يأخذون قسمي وراسي يشم الهواء. أجل تبيني أعلمك، لا تأجل غزوك. الليلة هالليلة نغزاهم وناخذ حلالهم. أي والله بغزاهم، أبا غزاهم وبدكم وسط خيمتهم. وش أنا يا حيالي اشرب حمريت. هذه اخرتها، هذه اخرتها، جايبنا من تقول لي من زمن زمن وزمن الطيبين زمن الطيبين. يلا ذق ذق ومرقه عظم. لا تهايط، الجود من الموجود، لو عندهم غيره كان عطونا. يا ابن الحلال ما دامنا وصلنا زمانهم خلينا نشوف ايش عندهم. ليش ما حلفتي لنا من العنزه؟ يا خالة العظم هذا ما يمشي، نبغاك تحلبي لنا من الشيء اللي اسمه عنزة برا. ايه تكفين نبي من العنزة. والله يا وليدي الحنشل ما خلوا لنا شيء، سرقوا حلالنا كله وما بقى لنا الا هالعنز، نحلب حليبها ونشربه هالبزران. يا صيتة سم، انت وش تبين بهم جالس تسمعهم؟ لا تعطينهم وجه. وانتم يا حراس
ربطوا الرجال، ربطهم زين لا ينحش منهم احد. انا اقول يا شيخ الرجال اللي احنا طرحناهم ما لهم الا من اذا تسيهم ذته، وش نرحمهم له؟ هذول ما يرحمون يا شيخ، وش نذبحهم؟ انا اقول يا شيخ عندي راي، هل نحطهم رعيان نستفيد منهم. حلو كاد يا الربيع، احنا صرنا مكشوفين الا الحنشل، نبي نشد شرق حفاظا على عيالنا وحلالنا. الله الله، اقول يا محماس ابشر يا شيخ، روح للشيخ اللي حنا بديرته وقل له ترانا هاليومين شديد. حاضر كفو كفو والله. البشاره يا شيخ البشاره، جيتك البشاره، طرحنا دعار. وين هو فيه؟ تفضل معي يا شيخ الخيمه الصيته. يلا يا ربيع يلا يلا يا رجال، ما دام مسكنا المجرم باتلنا بنقص رقبته وقدام الجميع. دخيلك يا شيخ دخيلك دخيلك، والله اني بري يا شيخ والله اني بري. تكفى سامحني سامحني يا شيخ سامحني هالمرة. اقول اسكت ولا كلمه. استاهل. كيف كذا؟ على طول قصوا؟ ما عندهم تحقيق؟ شرطة؟ محكمة؟ ما عندهم لا شرطة ولا محكمة. الله يكفك يا شيخ الله يكفك، هذا 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 وجه البلاء هذا الله يكفه. انتوا آلتك هذه حقت الزمن يا اخوي، ما لقيت تجيب لنا الزمن الذبح والمذابح والذبيع، ولا ذا الشيخ الفاهي حقه وماذا قرر يذبحنا. اسمعوني زين يا رجال، نبى نتغفلهم وندخل دخلة رجال واحد. اقول يا عيال هذا وقت النحشة. وش يقول يا عيال؟ صاحي انت، وش نحشة؟ تشق ذلبة بالليل؟ مو بالحين مو بالحين، الحين اكيد القبيلة نايمين وهذولي الاثنين بيريحون، هم قاعدين طول اليوم كذا، صح ولا لا؟ اباكم تثورون فيهم كلهم، وانت اباك تقش الحلال كله. على خشم على الشحن. تروح بسعد. يلا يا رجل ثوروا ثوروا. شباب ما ساعد انا اخو شاخه. جانا الحنشل جانا الحنشل، حنشل الحريم، ضفوا عيالكم ضفوا عيالكم ضفوا عيالكم. يلا يا عيال هذا وقتها، فكوا فكوا عبالكم. الحريم الحنشل الحنشل الحريم. والله اني مسكين، والله ما عندي شيء، والله ما عندي شيء ابد، الله يخليك، والله ما عندي شيء. وش ذا يا جدي؟ وين اللي يقولون شجاع ويخافون من القبائل؟ اخرتها كذا. اتحداك سلق اثرك مني. اوفا. نعم. دقيقة! عطني دقيقة يا ولد. وينه؟ وين مات؟ وين مات يا رجلي؟ كثروا فيه! ارمي المسار! انحش! انحش يا رجلي انحش! 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 امتي هاجت لنا هاجت ولدي عمفو طيري حول. لو سمحت ما عندك رابح؟ وشو رابح؟ طب حنا الغريب. اقول يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا والله بالضيوف، هلا والله بالبطل عامر، هلا والله بربعه، يا هلا بضيوفنا. يا ولد سب سب القهوه للضيوف سب. اي يلا الضيوف اول. ها سب سب سب
مبروك يا شيخ ردت الحنشل عزلها انها فرجت صدورنا يا مناحي لولا الله ثمنا عامر وربعه ثم ردينا العدو لكن هالحين هم ضيوفي ومحلهم بعد الله يحييهم على العين والراس يا شيخ يا عامر سم ما هو بنت سم اذبح والعنز وعشوا فيها الضيوف ابشر طال عمرك ابشر يا شيخ برجس انا طالبك انك ما تردني العنز خلها للاطفال يشربون من حليبها تم فضلك اقول يا عم عامر سم ما عندكم دورات مياه هنا مياه وش هنا المياه يعني اكرمك الله حمامات كذا بقضي حاجتي روح للبر على طول روح اقضي حاجتك هناك اوف خلاص روح انت تدري انك تقرب لي ها اتكلم جد انت وليدي شكلك عليك قل صحه انت جدي حتى بالاماريه ابوي بالبيت يقول عجيب والله حتى اسال العيال صح ولا لا صحيح عجيب والله هذه افكر حقو افكر حقو الحاشر اخذ اخويكم خوينا اي هذا هي اخذوه ها وش السوات الحين اقول وش السالفه خوينا الخطف يا عامر تب راح معهم وقص الاثر الصبح ربح الله يبارك فيك الله لا يحيي هالوجه اتبعني الحين ارفض راسك بالطلقه خلي راسك يقطع جنبك والله والله ما اقول ايش الحين علمني انت والهلايم اللي معك انت جايين للقبيله علشان تساعدونهم والله والله ما لي دخل ما لي دخل كله من هذا المهايط يا عامل ما لي دخل انا الحين ابغاك تربط فم هذا ابغاك تربط فمه وتحطونه هناك احنا رجالنا بنصفي روسنا نبي نرقد ونعيم من الله خير من البارح ما ذقنا النوم ولما صحينا انت والله اللي بيني وبينك كلام لكن هين شنو يا رجال شنو تكوى يا زين قم يا رخمه الله يرحم والديكم قم يا رخمه الله لا يوفقك يا عامر عقب فمك لا تفتح اذا ما حط السكتون في فمك عقب وقف عندك انت وياه وقف عقاب قال انت بتفتكونه لا والله لقيتوا برجولكم لا والله لقيتوا حقي وباخذه وانتم جيتوا عندي نيه قم قم انت قم يلا 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 خذوهم يا ريجي خذوهم ودهم هناك سيف عطر العود عطناه العود اللي لابد هناك خليه يجي امشي قدامي انت وياه امشي رحم الله الوجيه انت شو اسمك يا ولد عامر وش عندك انت والوجيه البارده ذي هنيا اقول رجع بيبتي يا ريجي نهري اسف ايش عندك انا انت اخوياك ايش عندك احنا ضيوف الشيخ ابشر والله بالضيفه اللي تطيب راسك الحين ابى انفضك بطلقه وذاك تسلم لي على الشيخ السلام الكبير ويلي وانا شكلهم جند كل علموا ايش رايجي كل علموا كل ربنا اختفى هذولا اقول له ولد انا هلا صالح ايه بالاستراحة تجيب حالة معك يلا مع السلامة
وش اللي بيدك؟ هذا جوال تكلم فيه الواحد من بعيد. ما خلوا شيء. يا عم لازم نرجعك بجهاز الزمن، هذا لا هو زمانك ولا هو بمكانك. وصادق. ماني برايح. أبقعد عندكم. براد وفلا وناسه. لا وبجوال بعد. عامر وينك يومين ما جيت البيت؟ عجيب والله، عجيب والله. اركب بديتك. احنا شباب.